ما بيبقى في اجتماع للجنه المسابقات اسبوعيا بيظهر فيها العقوبات. ولجنه ش،ون اللاعبين، ما لجنه ش،ون، ما انا هقول لحضرتك اللاعبين مش بتنعقد. هقول لحضرتك ما كانش في لجنه ش،ون اللاعبين قبل كده، عشان تكوينها بيتكون من ايه لغايه ما اتكونت تمام، وانجزت في حدود 80% من حجم المسؤوليات اللي كانت موجوده عليها. نتمنى ذلك يا دكتور إيهاب، ونتمنى تفعيلها بقوه اكتر تمام الفتره الجايه، لان كل ديت معطيات هتؤدي لنجاح المنظومه. انا معاك صح، كل دي معطيات هتؤدي لنجاح المنظومه. انا معاك. طيب اروح للسيد عبد الله فيما يخص الروابط زي ما قال الدكتور محمد، لكن قبل الرابطه عاوز كم لاعب مصري شارك مع نادي الوحده في السنوات الاخيره؟ احنا بكل تاكيد يشرفنا اي لاعب مصري او لاعب عربي يرتدي شعار الوحده، والابواب مفتوحه للجميع، لكن ما يحضرني اسم لعب في الوحده، لكن في اسماء مصريه لعبت في الدوري السعودي. واليوم ميدو كان في الوحده من فتره، اليوم احمد حجازي موجود، قبلها كان في طارق حامد برضو في الاتحاد، في الاهلي، في الاهلي كان في ظهير ايمن اسمه ده اكثر من لاعب، اكثر من عبد الشافي، نعم، وحسني ومصطفى فتحي في التعاون. فالتجربه العربيه بشكل عام نجحت في الدوري السعودي. الشناوي قريب من الوحده السعودي، محمد الشناوي حارس الاهلي، يشرفنا. لكن ما يشرف، احنا شرفنا وجودك ويشرفنا، لكن امانه ان احنا في نادي الوحده عندنا لجان فنيه وادارات، كل اداره بتقوم بدورها. فطبعا اليوم الاستقطابات واختيارات اللاعبين تحت اشراف اداره كره القدم بقياده مهندس توفيق تونسي مدير التنفيذي لكره القدم، وهم المعنيين بجميع تعاقدات كره القدم. انا بصراحه غير مخول باني اصرح اي تصريح باسم لاعب او قيمه عقد او سلبيه تعاقد، فلذلك يعني نحترم في الحته، نتحفظ شويه، نحترم في الحته. طيب اجي رابطه دوري المحترفين موجوده عندكم، قول لي ازاي بتتشكل الرابطه؟ هل هي بتكون بالانتخاب ام بالاختيار؟ وازاي الرابطه بتحافظ على حقوق اللاعبين الاجانب اللي هم كتير جدا في الدوري السعودي؟ الرابطة هي عمل تشكل عن طريق الوزارة بدون تدخل الأندية. مجالس الإدارة هي اللي بتتم عن طريق أعضاء الجمعية العمومية ويصير عليها انتخابات. الرابطة اليوم دورها صار أكبر من أنه أكثر من العام الماضي أو أكثر ما قبله. اليوم صار دور الرابطة أنها تتأكد أنه اللاعب بيستلم مرتبه أون تايم. وصلنا لمرحلة أنه صاروا بيخصصوا مسؤول علاقات عامة خاص باللاعبين الأجانب لكل نادي. اليوم حتى أموره الشخصية في بيته، في أبنائه، مدرستهم، و اليوم وصلنا لمرحلة عندنا تجربة جديدة راح تبدأ الموسم القادم، أنه كل نادي عنده مسؤول علاقة خاص باللاعبين معين عن طريق الرابط وليس عن طريق النادي. عن طريق الرابط؟ نعم. ومرتبه بيبقى من النادي ولا من الرابطة؟ موظف تابع للرابطة. تابع للرابطة. موجود معك في النادي، موجود معانا في النادي، مسؤوليته الحياة الشخصية للاعب الأجنبي.